ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، والفيديو النهارده عن حساسيه لعبه ببجي موبايل التحديث الاخير. بس يا ريت يا اخواتي قبل اي حاجه كلنا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا اخواتي، لا اله الا الله. بتمنى منكم تتفرجوا على الفيديو للاخر لان الفيديو مهم جدا، وصدقوني دي اقوى حساسيه ممكن تلعب بيها للاجهزه الضعيفه. وزي ما انتم هتشوفوا انا هخلي لكم الفريمات 30 فريم. من الاخر انا بلعب بجهاز بيدعم 30 فريم بس، فصدقوني الحساسيه هتعجبكم جدا. وبتمنى منكم تحطوا لايكات للفيديو دوت علشان يوصل لكل الناس ويستفادوا. مش هطول عليكم اكتر من كده في المقدمه، ويلا بينا ندخل على الشرح. قبل اي حاجه اخواتي، انا هوريكم انا بلعب بكام فريم دلوقتي، وده جهاز بيدعم 30 فريم بس. يعني اي حد بيلعب بجهاز ضعيف او بيلعب بجهاز 30 فريم كده، انت هتلعب بحساسيه هيت شوت بس زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو. فالفيديو يستاهل انكم تتفرجوا عليه للاخر، وهسيبكم دلوقتي مع تجربتي للحساسيه قدامكم، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام يا اخواتي.